طبعا انا اتذكر هذا الكلام وان كنت انا غير مستعدا للحديث. الاستاذ المعلم اتصل بي قال اما ان تزورنا اليوم او تزورنا يوم الاثنين. قلت اليوم ساتكلم كلام عفوي، اما اليوم الاثنين فاحتاج الى التحضير، فاحسن نخط هذه المهمه وانا اشعر بالصداع. لكن في اثناء اتصاله كنت اقرا في كتاب قد اهدي الي حديثا. هذا الكتاب يتكلم عن شخصيه من شخصيات وعالم من علمائنا واستاذ من اساتذتنا احتككنا به وزاملناه وتتلمذنا عليه. اذا كنتم تسمعون عن الشيخ الناصر المرموري الجزائري الميزاني، احد اصدقائنا كتب مذكرات عن هذا العالم سماه شيخ ناصر مرموري وعمان او علاقته بعمان، ومن ضمن ما ذكر الطلاب الذين تتلمذوا على يديه. وكان لي شرف وفضل من الله انني تتلمذت على ذلك الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا تتلمذت ليس هنا في عمان، وانما تتلمذنا قبل 60 سنة في ميزان. في اثناء قراءتي لذلك الكتاب الاستاذ المهذب يتصل بي، قطع لي بعض حبال الافكار. كنت اقرا عن ذكرياتنا لما كنا طلاب في تلك الديار قبل 60 سنة او مقارب من ذلك. احنا كنا طلاب ذهبنا الى الجزائر 3 دفعات. الاولى كانت الدفعه فيها 3 مشايخ، والثانيه فيها 16 طالب او 15 طالب، والثالثه 15 طالب مع مرافق لهم من غير ذكر الاسماء. طبعا والفضل لله، والفضل من يسر لنا السبل للتعلم او للوصول الى تلك الاماكن. لكن هنا اريد ان اقول كلمه لا يحتاج ان تسجلونها او تذكرونها، وانما من باب المقارنه بين الوسائل المتوفره في وقتنا هذا او المتوفره لديكم وما كان متاح في ذلك الوقت من حيث صعوبة بعد المكان والغربة. الطالب الذي يذهب إلى هنالك إذا رجع لا يعود مرة ثانية لأسباب كثيرة، صعوبة الحياة في ذلك المكان. في الستينات الحياة غير متوفرة، الجزائر في ذلك الوقت خرجت من ربقة استعمار، تحررت، إمكانيات ضعيفة. المكان الذي كنا نعيش فيه مجموعة من الطلاب ما يصل 300 طالب، والنظام الحياة الذي كنا نعيشه نظام صار شبه عسكري من قبل صلاة الأذان الفجر إلى الساعة 10. كنت أقرأ ذلك وقطع علي الحديث أستاذ مهذب. طبعا كنت أقرأ في ذلك الكتاب وأتذكر ما هي الصعوبات التي كنا نواجهها في طلب العلم. هذا حديث عام، لكن الذي أريد أن أصل بكم أو أن أشد بهمتكم وأنتم طلاب علم، لأجل الشكر النعمة ولأجل شد الهمة أنا أوجه الطلاب إلى قراءات متنوعة. طبعا لديكم برنامج
صيفي مكثف مخبخط. بعد خروجكم من هذه الدورة أو من هذا المركز، في بحر أيام عليكم أن تقرأوا عن التاريخ أهل العلم، مشايخ سواء كانوا معاصرين لهذا الوقت وما قبل هذا الوقت، وكلما أنت تعمقت في حقب التاريخ اقرأ عن المشايخ وأهل العلم، كيف نشأوا، كيف تعلموا، كيف تحصلوا على العلم، كيف كانت معيشتهم، كيف تغلبوا على الصعاب حتى نبغ وبلغ من المراتب العلم العليا. قراءتك لهذه التواريخ لهذه الشخصيات ينبهك إلى أمور كثيرة. من أهم هذه الأمور أنك تقرأ لتاريخ بلدك، أنك تقرأ تاريخ ثقافتك التي تنتمي إليه، أنك تعرف همم الرجال كيف وصلوا إلى تلك المراتب، فتقارن حياتك أنت وسبل التي توفر عندك معهم المصاعب التي أصابتهم. كم من أناس أرادوا أن يسلكوا طريق العلم واجهتهم عقبات، فأنت كطالب علم اجعل من فراغك من وقت فراغ قراءة لتاريخنا، تاريخ البلد، تاريخ الوطن، تاريخ ثقافتك، لتشد الهمة لتعتبر بغيرك. أيضا في هذه القراءة تشعر بهويتك وثقافتك، لأن كثيرا من أبناء البلد لا يعرفون تاريخهم ولا يعرفون أمجادهم ولا يعرفون أسلافهم، تضيع الهوية بجهالتنا أو بإهمالنا عن قراءة تاريخنا. أنت لديك أهداف عليك بالمثل، الله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثلة من الصالحين من علماء لتكون هذه الأمثلة مثل لنا. فأنا لا أقول لك الآن في هذه الساعة عليك أن تهتم بالعلم، مع قيل لك أنا أقول لك عليك أن تقرأ تاريخك لتعرف ثقافتك ولتعرف هويتك، لأن في معرفة تاريخك تستطيع أن تربط نفسك وتعلق همتك بهمم وقمم أولئك. فهذه نصيحة، كل طالب لديه هواية قراءة عليه أن يضع برنامجا في مسيرته الثقافية في مسيرته العلمية أنه يقرأ جزءا من تاريخ وطنه وبلده ليربط نفسه بهوية ولكن لأن لا تضيع، وخاصة نحن في وقت صراع الثقافات وتدمير كل ثقافة أقوى لثقافة التي تستكين لغيرها. فهذه نصيحة لطلاب علم، عليكم أنتم أن تبحثوا عن التاريخ، لا يلزم أن تأخذ مجلدات، أن تتبع شخصيات وطنية، شخصيات ثقافية، تفرار ولو كلمات صغار، أي كانت هذه الشخصية سواء كانت حية أم مما سبقت في هذا الوقت، خذ تتبعها سواء لديك كتاب
تتبعها من وسائل معرفة، أن وسائل معرفة كثيرة، خذ لك شخصية اكتب ترجمة من ترجمات بعض الشخصيات، سواء هذه الشخصية قديمة عمق التاريخ أو معاصرة لها. الهدف من ذلك أن تعلق همتك بتلك القمم التي سبقتنا. لعل هذا أو هذه المشورة قد يتذكرها الطالب عندما يصل إلى معرفة، إلى مكان مركز معرفة، فيقول قد سمعت ممن نصحني أن أقرأ التاريخ ولا أهمل التاريخ، لأن في إهمال تاريخنا هو سبب انسوان هويتنا، نسيان هويتنا. وإذا ما نسينا هويتنا نحن ليس لدينا مكانة في مجتمعاتنا على أرض الواقع في ذلك، فنصبح نحن ننقال إلى غيرنا فكريا ثقافيا، هوايتنا مع هوايتهم، أو ننساق وراء أهواءهم.